تعالى نروح لحاجة مهمة. زمان وأنا صغير كان في برنامج أنا أشوفه كنت من البرامج المهمة جدا، اسمه برنامج جولة الكاميرا، وكانت بتقدمه لنا سيدة فاضلة رائعة عظيمة رحمة الله عليها، أستاذة هند أبو السعود، زوجة الكاتب العظيم الأستاذ محسن محمد. والبرنامج ده كان مهم جدا بالنسبة لي جدا، لأنه كان بيعرفني على العالم وأنا طفل صغير كده في ابتدائي. فمرة من المرات كانت جايبة مادة فيلمية عن اليابان، ودي كانت من أوائل الحاجات اللي خلتني أهتم بالتجربة اليابانية. أيوة، محمد فتحي يونس صديقي العزيز ورئيس تحريرنا الدكتور الهمام المثقف الموسوعي قال لي أنا فاكرها كويس، المادة الفيلمية اللي تعرضت في جولة الكاميرا اللي كان فيها سوسة تحت العمارة. أيوة، وقتها أستاذ هند أبو السعود عرضت لنا المادة الفيلمية وقعدت تشرح لنا، وده هنا ذكاء ووعي ومعرفة مقدم البرنامج أو المذيع، مش مجرد مادة فيلمية وشكرا. قعدت تشرح إنه إزاي اليابانيين، لأنه اليابان أنت عارف فيها نشاط زلزالي دايما كتير وشديد يعني، فإزاي اليابانيين بدأوا يطوروا من أكواد البناء وطرق البناء بحيث إن المباني عندهم تقدر تستوعب الهزات دون إحداث تلف ضخم أو ما يحصلش تلف خالص. فعملوا ما بعض المباني فيها حاجات أشبه بالسوسة، حاجات أشبه ب مش عارف زي مفصل، حاجات غريبة جدا. وعلي اللي أنا بقوله لك ده روح بيه إلى إيه بقى؟ إلى مسألة إن التجربة اليابانية في مسألة الزلازل والتخفيف من آثارها، وأيضا في مسألة الإنذارات المبكرة وما إلى ذلك، متقدمة جدا. تعرف الحاجة أم الاختراع. طيب إمتى تبدأ تطمن أو تفهم إنه البلد بلدك اللي أنت ساكن فيها، في حالتنا إحنا أبناء هذا الوطن العظيم مصر، إمتى تبدأ تقول إيه أيوة يا جماعة إحنا كده بنمشي في المظبوط؟ لما تلاقي نفسك البلد طول الوقت بتسعى إلى اكتساب قدرات جديدة، خبرات جديدة، تتعاون مع اللي فهمانين حوالينا في العالم في أمور يمكن إحنا كنا بعيد عنها شوية إلى آخره. وهتلاقي مشروع مشترك مع اليابان عاملاه مصر. ليه؟ لتحسين قدرات الإنذار المبكر وتخفيف الخطورة الزلزالية. هنا بقى دخلنا في العلم، علم محض. إذن يكون معانا على التليفون دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك دكتور جاد. أهلا بحضرتك أستاذ، إزي حضرتك؟ إزي الحال، كله تمام؟ الحمد لله والله زي الفل، كله تمام، كل سنه طيبين وحضرتك بالصحه والسلامه، وربنا يا رب يعيد علينا الايام الفضيله دايما بالخير. واللهم بلغنا رمضان باذن الله على كل خير يا رب ان شاء الله باذن الله. دكتور جاد، ايه هي طبيعه هذا المشروع المشترك اللي ما بيننا وما بين اليابان؟ زي ما حضرتك اشرت كده، اليابان يعني طبعا نظرا ان عندها اكبر عدد من الزلازل الكبيره وعدد كتير من الكوارث الطبيعيه، اعاصير استوائيه الى اخره، فموضوع الانذار المبكر والحد من الاثار التدميريه للكوارث دي يعني هم برعوا فيه. احنا في الواقع علاقتنا بيهم يعني بدات من زمان جدا، من يمكن من بدايه السبعينيات، وبدانا قبل حتى انشاء الشبكه القوميه للزلازل كان في مشروع لانشاء شبكه اقليميه حوالين شمال البحر الاحمر وخليجيه السويس والعقبه، اللي تطورت الجهود بعد كده بقى عندنا الشبكه القوميه للزلازل. يمكن بس حضرتك بتقول واحنا صغيرين كلنا كنا معتقدين اليابان بتبني فعلا مبانيها على سوسة وكده، طبعا يعني ما كانش حقيقي، لكن هم طوروا كود الاحمال الزلزاليه اللي هو جزء من كود البناء الياباني، واحد من اعلى مستويات اكواد البناء في العالم، بحيث يحدث الزلزال وما فيش اي مبنى بيصاب بسوء، وعشان كده احنا كنا متخيلين المباني بتتبني على سوسة. الشاهد احنا كان لازم نستمر في علاقتنا وتعاوننا معاهم، نستفيد من تجاربهم، نتعلم من التكنولوجيات الجديدة، زي ما بنأكد ما فيش تنبؤ بالزلازل لكن في انذار مبكر وتداعيات ان احنا نقلل النتائج الكوارث اللي الناتجة المتركة الزلازل. المشروع اللي احنا شغالين فيه هو يعني كان بداية عملنا وركشوب مشتركة، وكان بيشرفنا في المعهد خمسة من خبراء الزلازل اليابانيين، وطبعا كان بحضور السفاره والجهات الرسميه. مستمرين في النقاش ونقل الخبرات والاستفاده من
بناء القدرات للشباب عندنا. احنا عارفين منطقة يعني، وخاصة بعد الزلزال اللي حدث في تركيا، الناس كلها عندها رعب، كم الدمار اللي حصل في الأراضي التركية والسورية خلي الناس كلها يعني قلقانة ايه اللي ممكن يحصل مع الهم الهوجة اللي موجودة على مواقع التواصل. ومش عايز اجيب اسماء اشخاص بعينها، لكن عملوا للمواطنين حالة من الرعب والهلع. لكن كان مهم جدا ان احنا نستمر برضو في تنسيقاتنا مع كل الجهات المعنية، مركز دعم اتخاذ قرار مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، وفي توصيات ملزمة صدرت لكل الجهات المعنية للتعامل والاستعداد لا قدر الله في حالة أي حاجة تحدث. يعني ما نرجعش يعني زي ما بنقول نبكي على اللبن المسكوب. طيب ده كلام مهم جدا. يخليني هنا هسأل، بما ان حضرتك ذكرت مسألة الهوجة اللي طالعة، مواقع التواصل الاجتماعي اصبح كل من هب ودب بيفتي في مسألة الزلازل ويفتي في مسألة تسونامي، وحصل خلط ما بين موجات المد والجزر اللي متحكمة فيها حركة الكواكب وتحديدا علاقة القمر بكوكب الأرض، ربطوها بالزلازل وحاجة عك العك. ممكن يا دكتور جاد باعتبار حضرتك العالم والمتخصص في هذا الموضوع يعني تفتنا في ذلك؟ والله يا فندم يعني احنا أصدرنا أكثر من بيان على صفحة المعهد، ويمكن بعض البيانات تبنتها أيضا صفحة مجلس الوزراء. وزي ما حضرتك أشرت كل من هب ودب بيفتي وبقى خبير زلازل وخبير أبراج وحاجات كتيرة. أنا طبعا يعني مش هقدر أمنع الناس إنها تتكلم ولا تكتب على السوشيال ميديا أو حتى إن يتم استضافتهم في برامج التوك شو، لكن إحنا بنوضح يا إخوانا نرجع للمتخصصين. بيبقى عندنا معهد قومي متخصص في أمور الزلازل وحتى أمور الفلك. زي ما حضرتك أشرت موضوع انحسار ماء البحر في مواسم معينة مرتبط أساسا بعلاقة الأرض والقمر والمد والجزر، ودي لها يعني معدلاتها السنوية المعروفة. تضخيم الأمور عن نصابها الطبيعي لحاجة في نفس يعقوب، يعني نأمل أن يتم التعامل بجدية مع الحالات دي. المواطنين يعني عندهم ما يكفيهم من مشاكل، لكن احنا بنأكد وبنطمن الناس معدلات سواء الانحسار أو كده ملاش علاقة لو موجات تسونامي ولا بالزلزال اللي حدث في تركيا. الأمور يعني ما زلنا مستمرين في متابعة كل التفاصيل الدقيقة سواء لارتفاع منسوب سطح البحر أو انخفاضه، أو كذلك النشاط الزلزالي مش بس داخل الأراضي المصرية، بتواصلنا مع مراكز الرصد الدولية في منطقة حوض البحر المتوسط وخاصة أو تحديدا شرق المتوسط لما له من بعض الزلازل أحيانا تحدث ويشعر بها المواطنين داخل الأراضي المصرية. فمهم جدا يكون في تنسيق ومتابعة مستمرة مع شركائنا في حوض البحر المتوسط حتى لا نفاجئ باي كارثه لا قدر الله في مكان ما يكون لها تاثير علينا. واحنا بنأكد ونكرر الزلازل طبعا ليس لها حدود لا جغرافيه ولا سياسيه، فمهم جدا الاستعداد. وده يمكن كان نابع من هدفنا من التعاون مع اليابانيين ان نكون مستعدين وقدراتنا سواء في الشباب سواء في امكانيات الرصد تكون على اعلى مستوى طبقا للمواصفات الدوليه. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.